تسجيلات حرز الله هي الأفضل. صفوف الأمامية كانت لنا والصفوف الأخيرة ستبقى لنا. ارفع هيك ارفع. إلى الذين ينتظرون سقوطنا فإن وقوفنا أطول من أعماركم. كن قائدا فالتاريخ لا يذكر الجنود. كفر خليل. لا 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 بنحضر كل شي يصير ما يوصف بتعبير في روم حزن صغير. وهذا كلامي فالدنيا اشعل نار فيها حرق الصغار ما يهمني وش ما صار اخر اهتمامي. ولا والكل يشهدني بفعلي. يلا بالعشق واني معلم صار عندي سياسة. هذا والدي الغالي يلا لازم له حراسة. ايوة بالعشق واني معلم صار عندي سياسة. هذا صخر الغالي لازم له حراسة. اعطوني خمستين بالعالي اذا سمحتوا حبايب ابو الوليد. وليد ارفع ايدك فوق كمان كمان كمان. حرز الله معاهم معاهم. ارفع ايدك كمان كمان فوق فوق. ارفع ايدك. وانا البعثهم انا البعثهم علي عشرتهم اللي ما هم قد العشرة للعن عشرتهم. ولد هلا زلة محمد انا البعثهم انا البعثهم اني ذهب ما انباع ما شاء الله للعن عشرتهم اللي ما هم قد العشرة للعن عشرتهم. أيوة حرب الليلة حرب الليلة حرب مش لعب. وليد اسمع طق الفشك من هابه والموت نحن أصحابه. أبو حمزة طق الفشك من هابه والموت نحن أصحابه. اسألني عن ابن منصور عمره ما يخون احبابه. هدي 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 على الهدف يا وليد. بس حبك يبقى بالقلب ده القلب حياة القلب. كلهم كانوا ارقام تبقى عند الرقم الصعب. حرب وسلاح وخساير دولة وجنود وعشاير اطوقك داير مداير ادوخ الامم. حرب وسلاح وخساير دولة وجنود وعشاير اطوقك داير ملايير ادوخ الامم لاجلك. سلاح عندنا رز بنقطعش قلو عند ابو جمل. بس حبك يبقى بالقلب انت القلب حياة القلب. كلهم كانوا ارقام يا وليد الرقم الصعب. حرب وسلاح وخساير دولة وجنود وعشاير اطوقك داير مداير ادوخ لهم. حرب وسلاح وخساير دولة وجنود وعشاير اطوقك داير مداير ادوخ لهم. وانا حالف لجيك محزم بنص الليل ملثم. اللي عادي كفر قليل
بيعة أهله بتتيتم شو وأنا حالف لجيك محزم بنص الليل ملثم واللي عادي صخر الجبل ولك ضيعة أهله بتتيتم روح وين أبو الوليد وينو عاش أبو الوليد أهلا أبو البسام خالصين اليوم يا ويلي عليكم طبعا بس بعد العشاء طبعا ولا أكيد والظهر بينا ينشد نكسر عظم نشرب دم نطحن روسي بوقت الجد ويلو يلي عادينا فرشتو بكبروت المد يلا 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 رجعت لكم بعد غياب والأسد قد هم ديار جامعه النجاح حبيبنا برسول كل تحيه تاريخك عندي مكتوب انا اللي كتبته بيدي لا تنسى احلى وليد كنت تقول سيدك ويلي 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 الله 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 اعطوني 10 بالعالي العريس اذا سمحتوا شباب ها يعني شبابكم القابلين بردانين اشي يعني مشان الجو ولا شو احنا بدنا نحمل الوضع صح بعد صلاة العشاء عندنا بدوية استغلوا الفرصة ولا لا ولا لا طيب ايدك 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 تشوف هون هون ارفع 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 إذا لم تكن أسداً فلا تدخل الغابة أبو شوشة لك أشعل النار يا خيا يلا على الوضع بدو عمان مرسيدس سوجية على الوضع بدو عمان مرسيدس كله بالحلال بالحلال الله 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 الوضع بده اسطنبول سفيني ووليد المسؤول الوضع بده باريس مزيونة ووليد العريس وليد وليد بعده في باريس والإحنا ما نجبر على الناس الناس تجبر فينا ما حدا بيعادينا شلع قلع من راسي نسوي كل شي براسي جبت انا اشكال الوان من هالزمان القاسي انتو
بيعيدوا وزيدوا مش غريب يا العبد يكره سيده. صلى وان الغالي اللي بيحبك يا والي لعيونه وايدينا يلا بالعالي. واحلى شباب عاشوا عمام العريس. ايوه احلى مجال. صوتك من فترة وطالع لك حس يلي دي بيسمونك واعرفك بس. طالع صوتك من فترة وطالع لك حس يلي دي بيسمونك واعرفك بس. قالت احبك اني بس عندي سبع اخوان قلت لها اخوتك بشر واني عسل جوعان. قالت بيتنا عالي ومتعلي البنيان قلت عالي طير اصعد وين ما كان. قالت ابويا عربي ولك يذبحك بالسكين قلت لخلي الفشك في بيتكم دخان. شرف كله فعل كله فعل. عشا السامعين بسعار صرخت على اللقيط وقلت اسعار اشقك شك اذا تحجي علي علي علي. معاي قبل صلاة العشاء.